قلت لكم الاردن امبارح عملت انجاز عظيم جدا ووصلت لنهائي كاس اسيا واللي هيواجهها ان شاء الله المنتخب القطري اللي فاز اليوم كمان في انجاز كبير جدا على المنتخب الايراني في نصف النهائي الاخر في كاس اسيا. الاردن وقطر في نهائي عربي خالص في كاس الامم الاسيويه. الاردن لاول مره في نهائي كاس اسيا. تصريحات مهمه لنجم منتخب الاردن السابق مؤيد سليم لرقم 10 اتحدث فيها عن تاهل الاردن التاريخي لنهائي كاس امم اسيا. نشوف ونرجع نكمل كلامنا. منتخبنا الوطني قدم مستوى يعني كثير مميز، قدم شيء من لمسة كرة القدم الأردنية، حط بصمة اليوم في قارة آسيا. اليوم منتخبنا الوطني يعني أبدع وأقنع وأمتع بكل تفاصيل المباراة، الحمد لله رب العالمين. اليوم إثبات الوجود، إثبات الشخصية، الهدف كان موجود. اليوم الفكر عند اللاعبين، الثقافة عند الكادر الفني والإداري. اليوم شفنا شخصية كبيرة لمنتخبنا. يعني كل الأمور اللي احنا بنحكي فيها هاي ما اجت من فراغ. اليوم في جهد كبير للاعبين، جهد كبير للكادر الفني والإداري، جهد كبير لاتحادنا الأردني لكرة القدم. اليوم الأردن كله بلتف حول منتخبه. اليوم حكومة وشعبا الكل اليوم بآزر منتخبنا الوطني بكل تفاصيل الفوز. يعني نحمد الله ونشكره على هاي النعمة. اليوم نحكي للاعبين كنتوا أبطال في كل شيء، كنتوا أبطال بكل التفاصيل، كنتوا أبطال بالمبدأ، كنتوا أبطال في أدائك داخل الملعب. اليوم المنتخب الأردني يحترم من خلال إثبات الوجود وإثبات الشخصية لجميع المنتخبات العربية والقارية والآسيوية. اليوم ارتفاع أسهم منتخبنا الوطني بكل التفاصيل، اليوم أثبت جدارته وأثبت حضوره في الملعب، فهذا بدل على الانتماء والولاء والوفاء من اللاعبين وأكيد جماهيره اللي كانت ملتفة حواليه. اليوم بنعتقد أنه منتخبنا قادر ليحقق حلم كبير إن شاء الله بالمباراة النهائية. فمنبارك لجمهورنا ومبارك لشعبنا ومبارك لإداراتنا ومبارك لكل اتحاداتنا، كمان اتحادنا الأردني. وهاي فرحة بصراحة، هاي فرحة عربية. اليوم منتخب عربي بوصل لأول مرة. يعني احنا كنا نحكي عن فوز تاريخي، عن تأهل تاريخي لدور نصف النهائي أو دور 16 أو، لكن اليوم الحلم كبر، صار عندنا حلم كبير. حلمنا أنه طموحنا كبر أنه احنا إن شاء الله نفوز بكأس آسيا، طموح كبير ومش بعيد علينا، قادرين الشباب. أكيد لكل إنجاز في خلينا نحكي إعدادات، وفي أمور كثيرة للفترة الحالية اللي احنا فيها. أعتقد بأنه فترة المنتخب الفترة الأولى كانت فترة يعني فيها تعب كثير، فيها إخفاقات كثيرة بالنسبة خلينا نحكي النتائج. الكل ما كان متأمل أو الكل ما كان مفكر أنه منتخبنا الوطني راح يكون بهالمستوى هذا وبهالأداء اللي موجود هذا. الحمد لله احنا ثقتنا كانت موجودة من بالفترة السابقة والحالية، ما تغير شيء على منتخبنا، لأنه احنا بنعرف شو اللاعب الأردني وبنعرف شو المنتخب الأردني وبنعرف شو أداء اللاعب الأردني والروح اللي هو فيها دائما. يعني الكابتن الجوهري الله يرحمه كابتننا، ويعني من الكباتن اللي الأردن كلها ما يعني نسيت فضله على كرة القدم الأردنية، إن كان هو أو كان مع كادره الكبير الكابتن علاء نبيل الله يخلينا إياه كمان وطول بعمره، والكابتن فكر صالح. يعني من الكباتن اللي أسماءهم دائما رناني في كرة القدم، لما بتنذكر الفترة خلينا نحكي الذهبية للمنتخب الأردني بال2004 واللي سبقت واللي بعديها واللي تلتها، الكل بذكر الكابتن محمود الجوهري وكادره بالخير. الكابتن محمود الجوهري من الكباتن اللي أسسوا كرة القدم، أسسوا لكرة القدم الأردنية وفي فترة الإنجازات الكبيرة اللي كانت موجودة. أعتقد بأنه يعني الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه أبدع في كل تفاصيل مسيرته الكروية.